انه هذه اول مره الجزائر في تاريخ كاس افريقيا للامم. اذا هذه التشكيله على الصوره كما تشاهدون، عثماني ايت عبد الرحمن، بن حليمه مغاريه، سره شريف الوزاني، صايب عمالي، مناد وجاني، وكذلك ماجر مع الجهه اليسرى الحكم الرئيسي. لكن التكامل يجب ان يكون بين الثلاثي، عماني ماجر عماني عماني امام مناد اللي هو محاصر، اللي هو مناد، مناد هداف هذه البطوله، اربعه اهداف مناد، جمال مناد في صفوف نيم يلعب، هذا عماني، عماني قذفه قويه من عماني، قذفه قويه من عماني، عماني في اتجاه صايب، صايب وجدي، وجدي قذفه قويه والهدف، قذفه قويه والهدف، قذفه قويه والهدف، وجدي حقيقه يسجل الهدف الاول، وجدي اللي في الحقيقه ما يبدلش مجهودات، يظهر عليه انه يضيع كرات، لكن في كل مره، في كل مره يخادع، يخادع الحراس بقذفاته القويه، قذفه قويه ما كانش يظهر على الحارس الحراي. والهدف الجميل، اذا هدف مقابل صفر في الدقيقه 38 من الشوط الاول، هدف مقابل صفر، وفرحه الجمهور بطبيعه الحال، وهكذا وهكذا اذا يفوز الفريق الوطني، يفوز الفريق الوطني بهذه الكاس 17. يا عبد السعيد يا بلادي نبغيك، ربي بعث العلم دينا لك وتصبري، دارو دارو على